السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: كهرباء العراق بين إيران وأمريكا. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم، من أجل إبداء رأيكم أو تساؤلاتكم التي تطرح في هذه الحلقة، أو للإجابة على تساؤلاتنا التي نطرحها. يعد ملف الكهرباء في العراق واحدا من أهم الملفات التي يطالب المواطن العراقي بالاهتمام بها، كونها عصب الحياة بالنسبة للعراقيين، إذ حرم العراقيون من الكهرباء المنتظمة بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 رغم كل الإمكانيات التي توفرت من مادية وبشرية. ولكن بقيت مشكلة الكهرباء عصية على الحل، ولربما يتساءل البعض: ما الأسباب الحقيقية التي تقف خلف غياب الكهرباء عن العراق؟ في الحقيقة هناك أسباب كثيرة، منها ما تتحمل مسؤوليته الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال، ومنها ما يتعلق بالدور الدولي في تأزيم هذا الملف، إذ يتهم الإطار التنسيقي الولايات المتحدة الأمريكية وشركتها العاملة في العراق جنرال إلكتريك بالوقوف خلف هذه الأزمة. وهناك جزء كبير من العراقيين يرى بأن السبب الحقيقي للمشكلة هي إيران التي سخرت أدواتها الحاكمة في العراق من أجل جعل البلد تابعا لها، ولا يستغني عنها كمورد وحيد للغاز والكهرباء التي يحتاجها العراق. هنا نسأل: ما الأسباب الحقيقية لمشكلة الكهرباء؟ وهل الحلول التي طرحها رئيس الحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي الحلول المناسبة للمرحلة الحالية؟ وما حقيقة الدور الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بملف الكهرباء في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الحصول على إجابات لها من خلال ضيفنا وحضراتكم. ننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام. الآن بداية دعونا نذهب إلى هذا التقرير السريع الذي يسلط الضوء على الحلول التي طرحها محمد الشياع السوداني والتي يراها البعض بأنها حلول ترقيعية. دعونا نستمع ثم نعود. اعتاد العراقيون في كل ليلة صيفية على الخروج من منازلهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في بلد أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء من دون أي فائدة بسبب الفساد وارتباط الملف بصراع واشنطن وطهران. ومع تصاعد الأصوات المطالبة بإيجاد حل للأزمة المتجددة سنوياً، أطل رئيس الحكومة السوداني ليعلن عن التوصل إلى اتفاق مع طهران لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام والأسود العراقي، معترفاً بنفس الوقت بحجم المعاناة التي يعيشها العراقيون سنوياً بسبب تبعات انقطاع التيار الكهربائي. نتوقع أكو أزمة راح تصير، معروفة عندنا هذه القضية، وبالتحديد في بداية فصل الصيف في كل موسم تحصل هذه الأزمة، ويسمع المواطن أنه توقف الغاز، توقفت المحطات الكهرباء، وبدأت هذه الخدمة تسوء بالشكل الذي يعاني منه المواطن دائما. ويأتي توقيع اتفاق استيراد الغاز من إيران في ظل عدم وجود مؤشرات على حل جذري لأزمة الكهرباء، إذ إن الاعتماد على الغاز الإيراني دائما ما يجعل العراق تحت الضغوط السياسية والاقتصادية، ويناله شرر من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، كما أن طهران سبق لها أن كررت قطع إمدادات الغاز عن العراق دون ذريعة ملموسة، كما هو الحال بالنسبة لقطعها الروافد المائية. وبالنسبة للاتفاق الجديد الذي وقعه السوداني فإنه أيضا بلا ضمانات كما يقول خبراء، ولم يضع خطوطا واضحة لمنع استغلال هذا الملف لأسباب سياسية من قبل النظام في طهران الذي يسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي ظل غياب حلول وطنية تجعل الكهرباء إنتاجا محليا، فإن مشكلة الانقطاع ستتفاقم بسبب الفساد المستشري ونهب تخصيصات وزارة الكهرباء، كما أن طهران تتعمد استنزاف أموال العراق وتمنع إقامة مشاريع لاستثمار الغاز العراقي أو تنويع مصادر الطاقة لأنها لا تريد أن تقطع عن نفسها موردا ماليا كبيرا تحصله من العراق.
مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بالأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي معنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية يعني ربما قد تأتي الإجابة من حضرتك عن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى تأزم ملف الكهرباء في العراق من عام 2003، رغم مثل ما قلنا في البداية في بداية الحلقة كل الموارد والإمكانيات كانت موجودة ومتاحة من أجل تطوير هذا القطاع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكهرباء مشكلتها مش مشكلة أزلية بالعراق، لأنه لا توجد هنالك جدية في التعامل مع هذه المشكلة من أجل حلها. هنالك تراكمات أساسا منذ 2003 وحتى الآن، وهنالك طرق ممنهجة للفساد تمنع تطوير المنظومة الكهربائية في العراق، و يعني الاستفادة من الإمكانيات اللي ذكرتها حضرتك في بداية البرنامج. كل هذا مرتبط بطريقة إدارة الدولة في العراق. نظام المحاصصات اللي منذ 2003 وحتى الآن يرسخ للفساد داخل العراق ويمنع محاسبة أي مسؤول عن تقصير، وبالتالي المسؤول يقصر ولا يبالي. هذه واحدة من المشاكل. أما إذا جينا للمشكلة من الناحية العملية، مشكلة الكهرباء أساسا هي ما بعد 2003. هي قبل 2003 كانت تعاني بسبب الحصار اللي كان موجود على العراق، كانت تعاني المنظومة الكهربائية بصورة كبيرة. بعد 2003 زالت كل الحجج أمام السياسيين من أجل إعادة تنظيم وتطوير المنظومة الكهربائية في العراق، لكن اللي حصل للأسف أنه بالعكس هنالك فساد، هنالك خطط ممنهجة من أجل وضع العراق أو رقبة العراق هي طهران من أجل أن تبتز العراق متى تشاء وفي أي وقت تشاء. طيب يعني حضرتك الآن سحبتنا إلى نقطة تتعلق بالسؤال القادم، وهو أنه هل المشكلة في العراق هي داخلية تتعلق في الكهرباء داخلية أم خارجية دولية ترتبط بإيران أو بالولايات المتحدة؟ هي مشكلة مركبة. أنا لو المشكلة أكثر من جانب لها. أول جوانبها مثلا هو الفساد هذا ما متعلق مثلا بالجانب الأمريكي أو الإيراني. هذه مشكلة أحزاب موجودة في الداخل، هي من تستنزف موارد الدولة من خلال العقود الوهمية والمشاريع الوهمية اللي صرف عليها حتى الآن أكثر من 80 مليار دولار، ولا يوجد هنالك أي نوع من أنواع التطوير في المنظومة الكهربائية. نعم. بالشبكة الكهربائية. أيضا موضوع الضغوط الدولية، هنالك صراع ما بين أمريكا وإيران، للأسف العراق أصبح ساحة لهذا الصراع داخل العراق، وهذا معناه أنه هنالك صراع في جميع نواحي الحياة في العراق. يعني هنالك صراع تجاري بالنسبة للشركات الأمريكية والشركات الإيرانية، هنالك صراع من قبل السياسيين حول محاباة الجانب الأمريكي أو محاباة الجانب الإيراني، وبالتالي العراق هو الوحيد اللي خسران في هذه المعادلة. كثير من الأمور اللي كان لها دور في تردي وضع الكهرباء في العراق وتفاقم مشكلته لدرجة أنه أصبحت مشكلة مستعصية. يعني لو فكرنا الآن في حلول الكهرباء لا يمكن يعني تطويرها بليلة وضعها. سنأتي إلى هذه الجزئية لأن حقيقة هي مهمة وتهم الشارع بشكل خاص أنه يسمعها، لكن خلينا نفصص بس مشكلة أمريكا وإيران. بال 2008 عندما تعاقد المالكي على شراء المحطات اللي تعمل بالغاز، محطات الطاقة الكهربائية، وقت حسين الشهرستاني طلع يقول أني نصحته ما يسويها وهو سواها من هالكلام. المهم، هذه المحطات تعمل فقط على الغاز الإيراني كمصدر وحيد من أجل تشغيلها، يعني اتجهت هذه الحكومات إلى إيران كمورد وحيد للطاقة كهرباء والغاز من أجل توليد الطاقة الكهربائية عن طريق هذه المحطات. شنو الدور الأمريكي اللي اليوم نسمع الإطار التنسيقي دي يتهمون جنرال إلكتريك ويتهمون الولايات المتحدة أن هم اللي قاطعين الكهرباء عن العراق؟ وين الدور الأمريكي يلعب؟ هنا خلينا نبدأ بداية بمشكلة المحطات الغازية اللي تنصل منها المالكي. يعني في بداية 2008 عندما تم التعاقد وتم استيراد 6 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، هو برر الموضوع بأنه مو كهربائي، وهذه القرارات اتخذها مسؤولين في وزارة الكهرباء، فتنصل من المسؤولية. لكن هنالك أنا أشوف أنه هنالك كان تخطيط حقيقي من أجل أن
تكون الشبكة الكهربائية أو المنظومة الكهربائية مرتبطة بالغاز الإيراني. موضوع أمريكا، أمريكا تعرف بأنه إيران عليها عقوبات، ولأنه أمريكا محتلة للعراق فلا يمكن لها أن تورد للعراق الغاز الطبيعي، وبالتالي هنالك يعني سمحت باستثناءات من خلال من العقوبات المفروضة على إيران، سمحت باستثناء الغاز والكهرباء، وكان هنالك تجديد لعملية الاستثناء كل 6 أشهر، ويعني استورد العراق الغاز والكهرباء من إيران. هذه المرة عندما تفاقمت مشكلة تهريب الدولار إلى إيران، صار أكو تجديد على موضوع تسديد ديون الكهرباء، يعني نقل الأموال إلى إيران صار أكو عليه بعض الرقابة، وبذلك مصرف التي بي آي يعني يأخذ حذره ويحاول أن يتأكد. نعم، وياك وياك سيد بهاء. نعم، فيحاول قدر الإمكان أنه يعرف مصدر هذه الأموال وإلى أين متجهة، وهل هي فعلاً أموال الكهرباء أم لا. لذلك هنالك أكو تأخير. قبل قطع الكهرباء ب6 أيام خرج وزير أو رئيس غرفة تجارة إيران وقال بأنه العراق سدد ما بدمته، والمبلغ كان 10 مليار دولار، وانتهى الموضوع. لكن هنالك ابتزاز إيراني باستخدام ملف الكهرباء دائماً، إذا كانت هنالك فد رسالة تريد توصلها لأمريكا تستخدم ملف الكهرباء، وهي تعرف بأنه الشعب العراقي راح يمتعب باعتبار أنه الجو حار وإحنا في شهر تموز، وهذا راح يأثر على الحكومة اللي هي بالأساس الآن مدعومة من السفيرة الأمريكية رومانس. أرجع لحضرتك بعد قليل أستاذ بهاء، خلينا بس نأخذ السيد كاظم. من وين كاظم؟ من بابل، تفضل يا كاظم. بابل سدة الهندية. حياك الله كاظم، أهلا وسهلا. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل كاظم. الحقيقة التالي، إذا تسمح لي، إحنا في سدة الهندية. نعم. يعني مثل ما تقول عندنا الكهربائية في عمارات الري مال السدة، وعندنا الطاقة مال المسيب، وعندنا الدائرة في منطقة حي الصدور هي اللي توزع الكهرباء. يعني نعم. مثل ما تقول داير ما داير المحيط مال سدة الهندية دوائر مال كهرباء. نعم. دنعاني هذا العزيز يطون، يعني يطون يا ساعة يطفوها 5 ساعات. زين، فمثل ما تقول يعني دنعيش عيشة كلش تعبانة. شنو دنبنا؟ مفروض الحكومة تجهز لنا طاقة كهربائية. احنا ابتلينا خلاص، ابتلينا، انقطع الغاز، راح الغاز، ايران في فلوسها، امريكا ما ادري شو تريد. فيا استاذي تعداد سدة الهندية بحدود 135,000 نسمة بيعيشون مأساة. نعم. ينقص يعني مو بس موضوع الكهرباء، الخدمات كذلك. صحيح. فنتأمل خير من الناس الطيبة تطلع، يعني تطلع تظاهر طالب بحقها، ما يصير هذا السكوت الساكت عن. يعني أنت تشوف سيد كاظم، تشوف بأنه من هاي الحكومة ما رح يأتي الحل اللي يرضيكم، وبالتالي أنت تدعو الآن إلى تظاهرات. طبعا أكيد أستاذ العزيز، إحنا بالنسبة لنا مو بس هاي الحكومة. نعم. يعني على مر 20 عام كل الحكومات اللي جت أذتنا دمات الشعب العراقي بدون استثناء وبدون مسمعات. نعم. زين، فمال يعني مثل ما تقول تعبنا أخي، تعبنا. بعض الله. الأخوة اللي يطلعون مظاهرات بسدة الهندية. صحيح. وطبعا هسه أيضا حنعرض بعد شوية مقطع أهالي سدة الهندية أرسلونا إياه، وحنعرضه إن شاء الله أيضا نشرح به المشكلة اللي دي تواجهوها والتظاهر اللي صار. أنا أشكرك سيد كاظم من بابل، شكرا جزيلا، وإن شاء الله نعم من خلال منبركم الشريف اللي يطالب بالفقراء والناس التعبانة، نسأل الله يعني يكون يجينا واحد من أوادهم يخلصنا من هاي الناس. نعم، شكرا جزيلا سيد كاظم من بابل، أشكر حضرتك للمشاركة، وصلت الفكرة. أستاذ بهاء، يعني قبل لن نعلق على آراء الناس اللي أو دعواتهم الآن، مثل ما سمعنا سيد كاظم يدعو إلى تظاهر لأنه هاي الحكومة ما منها أمل، بس خلينا نرجع للنقطة المتعلقة بأموال إيران في التي بي آي. ومحمد الشيع السوداني أيضا صرح وقال بأنه الأموال كلها دفعناها وموجودة، لكن العقوبات الأمريكية تحول دون وصول هذه الأموال إلى إيران. ليش ما العراق وضع فقرة ضمن الاتفاقية تحفظ له حقه في حال حصل ما حصل؟ يعني احنا دن نشوف الآن إيران قطعت الغاز مباشرة عن العراق دون سابق إنذار،
وهذا الكلام تحدث به أحمد موسى المتحدث باسم الوزارة، يعني لا يوجد احترام، وكأنه أيضا لا يوجد بند ضمن هذه الاتفاقية يحفظ للعراقي حقه مهما جرى. لا، هو كل اللجان بيد إيران، في كل العقود التي أبرمت اللجان بيد إيران. يعني تقطع الكهرباء، حتى استيراد الكهرباء من إيران، هي تقطع الكهرباء متى ما شاءت، تقطع الغاز متى ما شاءت. قلت لك هو مجرد يعني تستخدم ملف الطاقة يعني كورقة ابتزاز للحكومة العراقية، وفي نفس الوقت توجه من خلال رسائل يعني للإدارة الأمريكية. مشكلة الغاز الإيراني أنه على مدى 20 عام لا يوجد بنى تحتية لتخزين الغاز في العراق على مدى 20 عام، مع كل المليارات اللي صرفت. كل حكومة تجي تقول إحنا رح نبدأ نستخرج الغاز العراقي حتى نوفر فلوسه بدل ما نستورده، وبالتالي تخلص فترتها 4 سنوات وبعدها انتخابات وحكومة جديدة وترجع نفس يعني كأنما فيلم سينمائي يعاد ويكرر أكثر من مرة. لا توجد حكومة فعلا باشرت بتنفيذ مثلا مشروع استخراج الغاز المصاحب للنفط، ولا حكومة باشرت بعمل منظومات لتخزين الغاز يعني لتفادي مثلا هذه الأزمة اللي حاصل الآن. التبرير الإيراني يعني تقول إنه إحنا نضخ يعني الكمية بصورة مباشرة يعني بصورة كاملة، أما أنت ما تقدر تخزن فهذه مشكلتك. يعني بهذا الأسلوب يعني الغير محترم يعني هي تتعامل مع السياسيين في العراق، وبالتالي لا يوجد مبرر للحكومة العراقية بالاستمرار مع استيراد الغاز الإيراني إلا إذا أنهم مجبرين على استيراد الغاز. وهذا يقودنا إلى النقطة اللي طرحها محمد الشاع السوداني يوم أمس، تحدث بها، قال بأنه إحنا الآن في طور مرحلة خطة متوسطة المدى نقوم بها بعملية تطوير قطاع الغاز والاستثمار الغاز العراقي، الغاز اللي دين حرقه، عن طريق شركات أجنبية وغيرها، حتى نستغني، بهذه الجملة، نستغني عن استيراد الغاز. هنا النقطة أنه هؤلاء الذين يخدمون مصلحة إيران داخل العراق، هل سيرضون بتطبيق هكذا سياسة مستقبلية قد تعفي العراق من استيراد الغاز؟ بالتأكيد لا، إيران غير مستعدة لأن تخسر مورد مهم مثل مورد تصدير الغاز والكهرباء للعراق. مستحيل يعني، وحتى عام 2021 في صيف 21 عندما بدأت البوادر الربط الخليجي في أيام مصطفى الكاظمي، بدأت بوادر بداية الربط الخليجي مع المملكة العربية السعودية ومع الأردن ومع مصر، وكيف بدأت الأبراج تتساقط شيئا فشيئا، وكل يوم المواطن بدأ يعيش في أزمة كهرباء في فصل الصيف من خلال تفجير أبراج نقل الطاقة من خلال تحريك ميليشياتها داخل العراق. يعني أسهل ما يكون لدى إيران هي تحريك ميليشياتها من أجل يعني عمليات تخريبية داخل العراق لمنع يعني العراق من أن يجد بدائل للغاز الإيراني أو أن يحاول من تطوير منظومة الكهرباء اللي موجودة. يعني حتى الآن سمعنا كثير عن موضوع استخراج الغاز، سمعنا كثير عن موضوع الربط الخليجي، حتى الآن لم ينفذ أي مشروع، وإيران هي من تعارض. هذه حقيقة كل السياسيين وكل الناس في العراق متأكدين منها 100% أنه من يعارض تطوير أو تحسين وضع المنظومة الكهربائية في العراق هي إيران من خلال ميليشياتها، وأيضا الأحزاب اللي موجودة الموالية لها داخل العراق. طيب نرجع إلى نقطة تتعلق بإمدادات الغاز الإيراني. طبعا سبق وأن قطعت إيران الغاز عن أرمينيا وعن تركيا في السابق، وهما دولتان حقيقة يعتمدان أيضا في الاستيراد على الغاز الإيراني. تركيا كانت في فترة من الفترات الثانية كثاني مستورد للغاز الإيراني، بعدين صارت الرابعة لأنها نظرت إلى القضية بأنها لا تحتاج الآن بالاستمرار بالاعتماد بنسبة كبيرة. المهم إيران في تلك الفترة أخطرت الجانب التركي قبل عملية قطع الغاز عنه بأنها ستقوم بذلك لأنها لديها ضغوطات بسبب الاستهلاك الداخلي. وهنا يقودنا هذا الموضوع إلى سؤال، هل الأمر فعلا كما تفضلت يتعلق بعملية ابتزاز أو إرسال رسائل، أم أن إيران لا تستطيع أصلا تكفية احتياجاتها الداخلية من استهلاك الغاز خاصة في فصل الصيف أو الشتاء حتى؟ لا، إيران موضوع يعني أنه الغاز يكفيها أو لا يكفيها فهذا أمر مستبعد، لأنه أساساً إيران بعد أن بدأت
الصين بتقليل استيراد النفط الإيراني من خلال تحويلها لشراء النفط الروسي باعتباره أرخص ما بعد الأزمة الأوكرانية، الآن إيران أيضا أصبحت تستورد أو يعني تشتري الغاز من روسيا وتصدره سواء إلى العراق أو إلى تركيا من هذا الباب، يعني تأخذ والفائض مالتها يعني تصدره، يعني هاي الدولتين أو ثلاث دول يعني أعتقد طاجكستان أعتقد وياهم، فبهاي الطريقة هي تحاول إنه توازن ما بين عملية الاستهلاك الداخلي والالتزامات الخارجية من خلال التصدير. لكن مثل ما ذكرت حضرتك إنه هي أبلغت الجانب التركي بأن هنالك راح يكون أكو قطع، لكن في العراق ما حدث هذا الشيء. حسب أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء قال نمنا قعدنا الصبح لقينا أكو تخفيض، يعني والله هذا تصريح مسؤول مو مخازي حقيقة. نسمع هيك من المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لعد المواطن شو يقول؟ هي المشكلة ما قلت لك، هي المشكلة هم يعني إيران تعاملهم بعدم احترام كموظفين كسياسيين تعاملهم بعدم احترام، ولمسنا هذا الشيء كثير من في كثير من المناسبات، انه لا تتعامل معهم يعني تعامل حكومه مقابل حكومه او دوله مقابل دوله. السوداني من ذكرها باسم الجاره خلال الكلمه التي القاها، يعني شنو الجاره؟ هي هذه المشكله، انا شنو الفائده؟ هي جاره وهي مستمره في تصدير الشر والاذيه الى العراق من 20 سنه. هي هاي المشكلة، إنه يتعاملون معها باحترام وهي بالعكس كل ما يحترموها كل ما هي تزيد من أو تقلل من احترامهم أكثر فأكثر. بالتالي هاي الطريقة اللي تتعامل بها إيران، لأنها أساساً هي تعتبر العراق جزء تابع لها. العراق الآن بلد محتل من قبل أمريكا وإيران مناصفة، وبالتالي هم يتحكمون بالبلد بهذه الطريقة، وحتى من موضوع الاستثمارات من بين جنرال إلكتريك وبين سيمنز، هنالك أكو صراع ما بين هاي الشركتين اللي وحدة تحب إيران والثانية هي شركة أمريكية، وبالتالي المتضرر الوحيد هو المواطن. صحيح. يعني البسيط، لأنه هو يحتاج إلى الكهرباء صيف العراق الأعلى حرارة في العالم. صحيح. وخصوصا لنهاية الأيام في شهر تموز. لكن إذا يعاني من فقدان التيار الكهربائي. طيب. هذا يعني مو فد ترف، هذا حق من حقوقه، يعني لازم الحكومة توفر الكهرباء. أرجع لحضرتك بعد قليل أستاذ بهاء. نسمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وضيفك الكريم أستاذ محمد. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة لمشكلة الكهرباء وأزمة الكهرباء، هي صراع داخلي وصراع خارجي. الصراع الداخلي هو التسقيط بين الأحزاب، كل حزب يريد يسقط الآخر حتى لا ينجح بالانتخابات، فهذه أصبحت مسألة معروفة، هذه بأي رئاسة حكومة تجي الحزب الآخر يحاول يسقط. هذه المشكلة الداخلية. المشكلة الأخرى الخارجية هي التنافس أو الصراع الإيراني الأمريكي، كل دولة تريد تمشي أمورها وتنفذ مقرراته، لكنه الإرادة العراقية مفقودة. احنا ما عندنا الإرادة اللي تحمل هم المواطن العراقي. سبب الإدارات الفاسدة، يعني احنا اليوم نعاني من الفساد المستشري بكل دوائر الدولة، يعني قطاع الكهرباء، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، كل هذه الدوائر هي مستشري بها الفساد. فالإدارة الإرادة العراقية مفقودة، يعني مفقودة بالداخل وبالتأثير من الخارج. أستاذ محمد، إحنا نعرف كل الزين بأنه الوضع العراقي هو يتحكم بيه أو يسيطر على الوضع بالداخل هو من الخارج، يعني الأمريكان هم يفرضون، السفير الأمريكي أنت جاي تشوفها تصول وجول وهي تنفذ أوامرها. حتى الحلول من قبل الحكومة العراقية مخجلة ومعيبة. يعني أنت يا رئيس الوزراء، يعني من تطلع للشعب العراقي وتريد يعني تطمئن المواطن العراقي بأنه الكهرباء متوفرة، لكنه أنت بتطلع وتقول إحنا تكون أزمة كهرباء بالصيف شهر تموز شهر آب لأنه جو حار. ليش أنت بتعرف بهاي الأشهر هو يكون الجو حار؟
يعني انت ما عديت العده قبل لا تجي هذه الاشهر. صحيح. يعني للاسف الشديد يا استاذ محمد ما عندنا اراده داخليه او اراده وطنيه اللي تشيل هم المواطن العراقي، فلذلك احنا نعتب مانع. والله يا اخي ما نعرف نعتب على اليمن، على الحكومه اللي قرارها مصادر، نعتب ما على المواطن العراقي اللي ساكت. يعني مشكله. طيب. مشكله اخي. انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ بهاء، سيد عبد الرزاق من بابل فتح باب النقطه اللي او الخطوه او المعالجه الترقيعيه كما وصفت من قبل محمد الشيع السوداني وحكومته بمقايضه النفط الخام الاسود مقابل الغاز. هل تعتقد بان هذا هو حل مناسب في ظل المشكله القائمه الان، مشكله الغاز الايراني او الاموال التي ترسل الى ايران فاتخذ طريق المقايضه؟ لا بالعكس، هذا الاتفاق ممكن ان يؤدي الى فرض عقوبات على العراق، لان هذا الاتفاق على العقوبات الامريكيه على ايران. التعامل بهذه الطريقه يعني اورد نفط لايران، كيف راح تورد نفط لايران؟ يعني ما عندك انابيب اولا حتى تورد نفط، ثانيا ايران دوله عليها عقوبات اقتصاديه لا يمكن ان تورد لها نفط او يعني نفط خام او نفط اسود. يعني بالتالي انت راح تضطر انه انت توصل هذا النفط الخام، طيب كيف التسعيره اللي راح تنحسب؟ كل الاحوال هو صح انه هو يعني حل ترقيعي، لكن حتى الان هو عقد مبهم، حتى الان ماكو اي مسؤول لا من جانب ايران ولا من جانب العراق طلع وفسر عن حول الاليه او التفاصيل هذا الاتفاق اللي تم بين السوداني وبين طهران، لانه مين ما تجيب الموضوع يعني اكيد راح يتعارض مع سياسه العقوبات. اليوم اكو كان تصريح من يعني احدى المسؤولين في البيت الابيض قالت انه مستحيل ان توافق الاداره الامريكيه على هذا الاتفاق، لانه هذا الاتفاق خرق العقوبات اللي مفروضه على ايران، بالتالي حتى هذا الموضوع ممكن انه يؤدي بالعكس، ممكن انه يؤدي الى فرض عقوبات على العراق بسبب هذه التصرفات. يعني اتخاذ مثل هكذا خطوه غير مدروسه تتم بهذا الشكل؟ نعم هي غير مدروسه، لانه هو شوف استاذ محمد هو اكو يعني فريق يرجح امكانيه بانه كل ما حصل هو باتفاق العراق وايران حكومه العراق وايران بسبب موضوع بنك التي بي اي. نعم. يعني اكو اتفاقيه انه انا راح اقطع عليك الغاز حتى انت تجي توقع وياي وتورد لي نفط خام. واكو راي ثاني يقول بانه لا، هو ايران حاولت تبتز العراق، فالعراق بما انه ممنوع انه يسدد لها دولارات فراح يعطيها اموال. الى اي من الرايين تميل؟ والله انا اميل للراي الاول. انا اشوف انه هنالك اتفاق ما بين الحكومه العراقيه وايران من اجل انه تختلق هذه المشكله في فصل الصيف، من اجل ان تجد طريق لبيع النفط الايراني مع النفط العراقي داخل النفط العراقي. ايضا هذا الاتفاق فيه مشاكل، يعني قد ربما مثلا يبيع العراق حصه ايران التي لديه مثلا. نعم، يعني انا اعطيك يعني النفط، اعطيك الخام مالتي. لا بس لا تجيب انت لا تدز لي، وانما انت بيعه من يمك. نعم، هذا معناه انه ايران تريد تبيع النفط، مو احنا، لانه يعني هو نفط ايران هذا مخزن. كما تفضلت، يعني على اي سعر سيتم تسعيره؟ لا ماكو. نعم. شوف استاذ محمد اكو مشكله كلش كبيره بهذا الاتفاق. يعني احنا العراق عندنا يعني ننتج باليوم 3.3 مليون برميل. نعم. طيب من اي حصه راح تنطي؟ وهذه هذه الكميه محجوزه. انت راح تصعد الانتاج، اولا انت ما عندك امكانيه ان تصعد الانتاج، لانه يعني انت مرتبط اساسا مع الاوبك اللي خفضت الانتاج حتى تبقى اسعار النفط ما فوق ال 70 دولار. اذا زدت بالانتاج انت راح تخالف اوبك، اذا بقيت الانتاج على ما هو عليه اذا انت الوضع هنا راح يصير اكو تلكؤ بتنفيذ الالتزامات مع الشركات. هو اللي السوداني قالها، قال احنا ما راح نتجاوز على النسبه المحدده من قبل الاوبك، معناها راح يقصر مع العقود اللي المبرمه ويقصر بتسليم يعني مستحقات الشركات اللي عقدت على النفط العراقي. هذا الامر ايضا موضوع السعر. يعني انت لما تنطي نفط، احد الخبراء ذكر بانه السعر المطلوب او اللي موجود حاليا يعني كشيء افتراضي. نعم. قال انه العراق يحتاج الى 10 اسابيع حتى يسدد فلوس الغاز الايراني.
يعني النفط 3.3 مليون برميل. نعم. هذا كل المفروض يروح للنفط الإيراني لمدة يعني لتسديد ديون إيران لمدة 3 أسابيع. نعم. يعني بهيج حالة الأموال أنت ما راح تجيك، راح يصير عندك عجز إضافي فوق العجز اللي موجود حاليا بالميزانية. طيب هنا معناه هذا الكلام معناه أيضا أنه كل ما انخفضت أسعار النفط أيضا النفط الخام مالتك راح ينزل سعره، وبالتالي بدل 3 أسابيع يجوز راح تحتاج إلى شهر ونص أو شهرين حتى تسدد إيران. يعني والسؤال هو هل النفط الذي سيذهب إلى إيران سيكون لصفقة جديدة أم هو لتسديد 10 مليارات مثلا على سبيل المثال؟ هو حتى الآن هو العقد مبهم حتى الآن، لذلك هنالك يعني رغم مرور أكثر من 48 ساعة لا الجانب العراقي فصل يعني تفاصيل هذا العقد ولا الجانب الإيراني فصل تفاصيل هذا العقد، لذلك أكو شك من قبل الإدارة الأمريكية بأنه هنالك تحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وهذا قد يجر العراق إلى عقوبة. هي هنا الموضوع، يعني منين ما يعني نحاول احنا نفسر او نجد في الطريقة انه شو راح يسدد العراق هذا النفط الخام. يعني ماكو انبوب نفط ما بين العراق وايران، معناها انه انت لازم تمد انبوب، زي مد الانبوب هذا ايش قد راح يكلفك؟ ايضا راح ياكل لك فد 3 4 مليارات دولار والوقت حتى تمد انابيب والوقت. نعم الوقت يحتاج مو اقل من سنة. طيب هذه كلها راح تصير ديون بذمة العراق اذا انت مثلا استلمت غاز هسه وما سددت، يعني تسدد بالاجل بالعاجل تسدد نفط خام. نعم. معناها انه هذه كلها ديون راح تترتب على العراق، والديون ترى مو بلاش، فوائد ايضا راح تتكوم على العراق، بينما العراق كان ممكن انه بامكانياته الموجوده والمتاحه بامكانه ان يجد بديل للغاز الايراني على طول مده 20 سنه الماضيه. راح ارجع يعني لحضرتك استاذ بهاء بعد شويه بتصريح قاله قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الاسبق، بس نستقبل السيد فاضل من بابل. تفضل يا فاضل. السلام عليكم وعلى كل متابعي قناة الرافدين وعضيفكم الكرام، حياك الله. أهلا وسهلا. يعني إحنا حقيقة في محافظة بابل وفي قبائل مسير بالخصوص، يعني قبائل مسير هذا القبائل اللي بأكبر محطة لإنتاج الكهرباء في عموم العراق، تغذي 1400 ميجا من الكهرباء، وقبائل مسير ظلام دامس. إحنا هاي ولمدة 20 سنة أصبحنا موضوع الكهرباء مع كل رئيس وزراء يجي يواعد الشعب أن الكهرباء خلال فترة الصيف راح تكون متواجدة، وفترة الصيف راح إن شاء الله يكون الانتاج أكبر وأكثر، وهاي معاناة إحنا حاطين نفسنا بين إيران وبين أمريكا وبين تركيا. ليش هذه الحكومات خلت العراق والعراقيين تحت رحمة إيران كمصدر وحيد يشترون من عند الغاز ويجيبون الكهرباء؟ ليش؟ أستاذ العزيز، سبب الفساد اللي تبقى ويا شركات أمريكية المنظومة الكهربائية تضرها إيران. اللي تبقى ويا إيران أمريكا تحاربهم موضوع الدولار، وتعرف أنت موضوع الفلوس. نعم. والتحويل مالتهم لإيران. نعم. أنت تعرف إحنا فترة التسعينات حصار 32 دولة على العراق، والبلد العراقي حصار وكتل الجوع وكتل الظلم. نعم. إيران صار لها ما يقارب من 2014 أو 2012 عليها حصار، وعايشين على العراق، وعايشين على ثروات العراق وعلى أموال العراق ومتنعمين. هسه تروح لإيران تلقى الكهرباء مطفية عندهم، تلقى الشوارع مالتهم مو زينه. يعني احنا والله ابتلينا بهاي الدول، ابتلينا ابتلاء، يعني لا صايرين هسه مثل ايران، لا صايرين مثل تركيا، لا صايرين مثل امريكا. نعم. بس ظلم وظلايم وقهر ومن معاناة هاي احنا هاي صايرنا من 2003 ما عولنا احنا سقط النظام السابق. وقلنا احنا خلاص مرتاحين، هيجينا نظام هذا الشعب العراقي راح يرتاح، راح يشوف الخير، راح يشوف الراحه. نظام من 2003 يا اهل جريت وزراء، قال رئيس الوزراء السابق اكو فساد. أيه. واحنا راح نحارب الفساد، وان شاء الله راح تكون الكهرباء افضل واحسن. ومن معاناة كلهم نفس الكذب، كلهم نفس الكذب، كلهم ادوات بيد امريكا، وادوات بيد ايران، وادوات بيد تركيا، وبيد السعوديه، وهاي الدول اللي موجوده. نعم. اعطيني رئيس وزراء حكم بالعدل. من 2003 يا رئيس وزراء اجى حكم هذا البلد بالعدل، اعطيني يلا. الفقر كانت هذا الوسط والجنوب، كانت الضيم والفقر، كهرباء الوسط والجنوب ما بيها، الضيم على الوسط والجنوب، معارك تصير الوسط والجنوب يروح يطي دماء. يعني الى متى احنا؟ الى متى احنا نريد نقول احنا كفوارق بيننا وبين المناطق الغربيه ومناطق الكرديه؟ ان شاء الله احنا شعب واحد، ووحدنا العراق، ووحد العلم العراقي. لكن الى متى اللي يحكمون احنا؟ اللي يحكمون الى متى؟ يعني بدي اشوف انا اليوم مسؤول، اكو مسؤول بالدوله العراقيه، ابن مسؤول، ابن عم مسؤول، اصغر مسؤول بالدوله العراقيه، بيته ما بيه كهرباء؟ طيب اصعد السياره تبريد،
سيد فاضل أنا طبعا أشكر حضرتك وصلت الفكرة وأعتذر منك طبعا لأن الوقت ضيق. شكرا جزيلا يعني اللي تفضلت به حقيقة لخص كثير من الأشياء. أستاذ بهاء أرجع لحضرتك على تصريح قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الأسبق في زمن حيدر العبادي، يقول في لقاء مؤخرا صدر، يقول رحنا لإيران فاتصل بي وزير الطاقة والكهرباء السعودي وقتها على الواتساب دي خبر على قضية أنه إيش تحتاجون، قال له نريد إحنا الغاز ونريد كهرباء، قال له نريد نستفاد من الغاز الموجود، قال له راح ننزلكم غاز عن طريق الكويت وراح نطلع شركة أرامكو تذهب إلى حقولكم وتقوم بعملية استخراج الغاز والاستفادة منه. قال للعبادي وعلى أساس الحكومة وافقت وتمام الكلام ودي يروحون للسعودية ثاني يوم ألغيت الرحلة، وطبعا هم اللي كانوا بإيران، ويقول بحسب كلامه بأنه بسبب الضغوطات الإيرانية. يعني احنا نجي على قضية البدائل، طيب إيران بدها تفعل بينا اللي بدها تسوي، طيب الدول العربية أو المجتمع المحيط بينا ما له يعني نية أنه هو يعني يحاول بشكل أقوى ربما حتى تقديم المساعدة، يعني ماكو طريقة معينة نقدر نحل بها أزمة الاعتماد على إيران الكلي بهذا الشكل؟ لا هو إذا القرار يعني القرار هو المفروض بيد العراق، لازم يكون هناك عندك حكومة قوية قادرة على الوقوف بوجه طهران حتى يكون لها قرار مستقل عن أمريكا وقرار مستقل عن إيران، وتفتح يعني في قنوات للمساعدة ما بينها وبين الدول العربية سواء بالربط الكهربائي أو من خلال استثمارات الشركات العربية اللي موجودة سواء مصرية أو سعودية أو إماراتية أو حتى قطرية، لأنه هذه الشركات لها باع طويل بموضوع استخراج الغاز، خصوصا قطر والسعودية هذه الشركات تعتبر عملاقة، خصوصا شركة أرامكو مثلا وهم عرضوا على العراق أكثر من مرة، أيضا بغض النظر عن استخراج الغاز هم عرضوا الغاز على العراق بأقل من اللي معروض، يعني أقل من اللي يشتري العراق حاليا، العراق يشتري الغاز بثلاث أضعاف سعر الرسمي الموجود بالأسواق، يعني ومع ذلك هنالك كان رفض من الجانب العراقي من كل الحكومات اللي كانت موجودة سواء المالكية أو العبادية أو حتى مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، كلهم هم رفضوا لأنه الأمر مو بيدهم، يعني المشكلة العراق لا يمتلك قراره يما بيد أمريكا في بعض الأشياء والقرار بعض الأمور الأخرى يكون بيد إيران، هذه مشكلتنا إحنا، ماكو بلد يعني ماكو بلد 20 سنة ومنظومة الكهربائية في تراجع مع كل ما يمتلكه من إمكانيات، يعني شوف الآن في مصر مثلا أكو محطة الضبعة اللي مصر قاعد تبنيها محطة نووية، طيب وهذه ممكن أنه تكفي يعني يعني خلينا نقول 30-40% من مساحة مصر في البطاقة الكهربائية، أيضا ممكن مصر بالمحطات اللي موجودة عندها راح يصير عندها فائض ممكن تصدر أيضا تصدر إلى ليبيا أو السودان أو حتى الأردن وغيرها، المشكلة هذا تخطيط يعني يتبع استراتيجية معينة، استراتيجية لمدة 5 سنوات 10 سنوات، احنا لو متبعين استراتيجية واحدة من يعني على مدى 5 سنوات كان كثير من المشاريع كملت، يعني عندك موضوع مثلا تخزين الغاز اللي انت قاعد تستورده حتى يصل عندك طارئ، من يصل عندك طارئ انت عندك فائض يعني ممكن او خزين ممكن تستخدمه حتى لا يطلع على المنظومة، مد الانابيب سواء مع قطر او مع السعودية أو مع أي دولة أخرى حتى لو كانت الجزائر على بعدها أو حتى لو كانت روسيا، هذا إيش قدر يأكل وقت السنوات، أنت لو عندك خطة لمدة 5 سنوات يعني على مدى من 2019 حتى الآن من استلم مصطفى الكاظمي لحد الآن لو أمريكا تارك العراق يشتغل والقرار بيد العراق كان كل هذه الأمور ما صارت، يعني كان يعني الغاز العراقي طبعاً العراق يشتري من إيران ما يعادل من 25 مليون إلى 40 مليون، تمت في بعض الأوقات 40 مليون متر مكعب أو قدم مكعب من الغاز من أجل تشغيل المحطات بشكل يومي، طبعا انخفضت الكمية بسبب المشاكل لكن هو المتوسط هو 25 مليون، لكنه في نفس الوقت يقوم بإحراق أكثر من 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في كافة المحافظات العراقية بحسب أرقام وزارة النفط العراقية. طيب يعني هذا التفاوت الكبير بالأرقام، ومظهر محمد صالح يقول احنا نخسر سنويا 12 مليار دولار من هذه الأموال على بسبب حرق الغاز،
يعني نعم يعني مؤخرا جاءت فرنسا إلى العراق بسبب الأزمة اللي صارت، أزمة أوكرانيا وروسيا والحرب وتأثير الطاقة وقلتها وكذا. هل تعتقد بأن هناك ربما قد يكون تحركا دوليا يجبر إيران على الرضوخ أمام محاولة هذه الدول الاستفادة من الغاز العراقي؟ نعم، هو اكو توجه يعني من ايام القمه العربيه اللي حضرها ماكرون في بغداد، كان هنالك اهتمام بموضوع الغاز العراقي، وايضا هنالك مباحثات جرت في بغداد على هامش القمه اللي صارت حول موضوع الغاز العراقي. هنالك دول اوروبيه ما زالت تبحث عن بديل للغاز الروسي، لذلك الدول الغربيه يهمها ان يكون الغاز العراقي متوفر، لانه الغاز العراقي او الطبيعه الجغرافيه لمنطقه الشرق الاوسط او موقع العراق يعطي نوع من الـ يعني المرونه في موضوع نقل الغاز من العراق الى دول اوروبا، عكس اللي بعض الدول مثل الجزائر هنالك خطين ينقل الغاز الجزائري، عبر واحد عبر ايطاليا والثاني عبر فرنسا، وسعتهم غير كبيره يعني لا يمكن زيادة الإنتاج عليها حتى وين كان. أيضا الموضوع أنه ارتباط العراق بطريق بري مع تركيا، ممكن أنه هذا الطريق تستفيد من عند أوروبا، لأنه ما توجد موانئ مائية ما بينهم، ممكن أنه يوصل إمدادات خطوط يعني إمدادات إلى مثلا إلى أوروبا بشكل مباشر دون المرور أو دون تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، لأنه هذا الأمر مكلف أيضا ماديا مكلف. هم يشوفون بالعراق أنه ممكن الاستفادة من غاز العراق وتطويره، طالما أنه ما زال يعني خام يعني. لأنه شنو معنى كلمة خام إحنا نستخدمها؟ أنه لا توجد أساسا بنى تحتية لهذا الموضوع. صحيح. تبني بنى تحتية تبنيها كبيرة حتى الإنتاج يكون كبير، غير ما أنه أنت عندك بنى تحتية صغيرة أساسا وتقعد تشيلها وتطورها. صحيح. حتى تسوي بنى تحتية كبيرة، الموضوع يكون يعني ماديا أصرف للغرب. هذا سبب اهتمام الغرب حاليا بالغاز العراقي. المفروض كان أنه من الحكومة العراقية أن تستغل هذا الموقف، أنت من يكون عندك مورد المفروض يكون هذا في ورقة ضغط أو ورقة تفاوض، ورقة ممكن أنه تستفيد من خلالها أي شيء لمصلحة شعبك، أنه أنت عندك ما غير موجود عند الناس، عندك حاجة الناس محتاجة. فإذا أنا أقايض بيها حتى أجيب خبرات، أجيب تطوير لبنى تحتية، أجيب شركات استثمارية مقابل هذا الغاز اللي ممكن وصلت الفكرة. أستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لتواجدك معنا في حلقة هذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، قلنا لحضراتكم أثناء الاتصال مع السيد كاظم بأننا وصلنا فيديو عن طريق خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم. أهالي ناحية سدة الهندية في محافظة بابل تظاهروا ضد انقطاع التيار الكهربائي عنهم. دعونا نشاهد بعض اللقطات وحديث بعض المواطنين ثم نعود. أهالي سدة الهندية خرجنا مظاهرات غاضبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كل 5 ساعات تجينا ساعة واحدة. على الحكومة العراقية أن تدارك أمورها وتتفاوض بالهاي بالأمور بشغلة الغاز، لأن الوضع راح يخرج عن السيطرة ودرجة الحرارة 50 درجة مئوية. إحنا هنا عندنا أطفال وعندنا مرضى، فما تتحمل القالب الثلج 8000 و10000 وصل. فعلى الحكومة العراقية حل 3 أيام 4 أيام خلاص سوى حل وتحل قضية الغاز، لأن القضية راح تخرج عن السيطرة والناس ما تتحمل وحرارة قوية 50 درجة مئوية. السده عندنا سد وعندنا الكهربائيه شغل السده وزايد يعني موجوده، ليش هم يعني دا يسوون هيك؟ ليش يعني؟ ليش انتم ما تدرون فلوس البنك ما دا يطون فلوس لين معاقل؟ انتم ما تدرون؟ لا تدرون كل زين. انتم حل ليش ما سويت؟ كل حل ما في كهرباء، عمي مليني والعباس مليني، المفردات متلحي، شيل المكيف يجي نص ساعه يفصل مليحك حتى، عمي مليني من دارة كهرباء، احنا نريد كهرباء، ما كهرباء اسهل احرقي، شيل 3 ساعات بنص ساعه، شنو عمي؟ نريد كهرباء، نريد كهرباء، اعمل اوي، اعمل الحسين، اعمل العباس، كافي عمي، عاقل الساعه كافي، ملت ارواحنا، دبقني. طيب مشاهدينا الكرام، نستمع الآن إلى السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي لضيفك الكريم الأستاذ بهاء
والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، إحنا منذ الاحتلال الأمريكي على يعني من 2003 ولحد الآن، يعني العراق كل ما هنالك يطلع تظاهرات يطالب بالكهرباء، يطالب بالخدمات، يطالب تحسين وضعه. هذا يعتبر خجل وعار على الحكومة، لأن الكهرباء والأمور الخدمية اللي تخدم المواطن هي من واجب الحكومة، وليس من المواطن يطلع تظاهرة على كهرباء على ماء على تعيينات. المفروض هي الحكومة تقدم لنا الكهرباء، لأنه إحنا بلد يعني نفطي، وهذا النفط اللي قاعد يعني بيحرق بالبصرة. طيب ليش الحكومة الحكومة ما تقدم الكهرباء برأيك؟ ما تقدم الحكومة أستاذ محمد، لأنه هذا الأمر من إيران ومن أمريكا اللي هم سبب احتلالنا احتلوا العراق وتدمير العراق، ودلالة على أنه ما عندنا مصانع، ما عندنا معامل اللي ممكن أن يستفاد من عندها المواطن، واللي نفس الوقت هي تستفاد من عند الدولة. لأنه إذا كان عندها معامل وكان عندها مصانع يكون عندها بيها كهرباء، يكون طيب بيها يعني أمور تستفاد من عندها. أنا أشكرك أشكرك سيد أبو عمر من بغداد، وأعتذر منك طبعا لضيق الوقت، لكن وصلت الفكرة أنه لا توجد إرادة تسمح لهؤلاء بالإنتاج، بسواء توفير الكهرباء للمواطن أو تشغيل المصانع مثل ما تفضلت أو تطوير البلد بشكل عام. هم فاقدوا الإرادة وبلا قرار وبلا سيادة وبلا استقلال للرأي، وهم تابعون كما يرى العراقيون توابع لإيران ولدول أخرى. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.